بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 43. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد روى الترمذي حديثا صححه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم رجلا أن يدعو فيقول: اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله، إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي، اللهم شفعه فيا. وروى النسائي نحو هذا الدعاء. نعم. وفي الترمذي وابن ماجه عن عثمان بن حنيف أن رجلاً ضريراً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله أن يعافيني. فقال: إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعه. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا رسول الله، يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه فيا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه الأحاديث في سياق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لغيره، ومنهم هذا الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه أن يدعو الله له أن يرد بصره، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه ماذا يصنع: أن يتوضأ ويصلي، وأن يطلب من الله أن يشفع فيه نبيه، أي أن يقبل دعاء نبيه. وهذا لا بأس به في الحياة، أن تدعو، أن تأتي إلى عبد صالح فتقول: يا فلان، ادعو الله لي بالشفاء. فهذا لا مانع منه. والحديثان الأولان ليس فيهما أنه أتى النبي، لكن الحديث الذي بعدهما حديث عثمان بن حنيف أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يبين الحديثين المطلقين قبله، وأن هذا لم يكن بعد موته صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هذا في حياته. وهذا لا نزاع فيه، أنك تطلب من الحي الحاضر عندك أن يدعو الله لك. فهذا الرجل إنما فعل شيئا في الحياة، جائز في الحياة، فلا إشكال في هذا. ومعنى شفعه في، أي تقبل دعاءه لي. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فتقبل الله دعاءه، فرد الله بصر هذا الأعمى. هذا في حال الحياة. أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأولياء والصالحين فلا يطلب منهم دعاء بعد الموت، وما كان الصحابة يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: ادعوا الله لنا يا رسول الله، ادعوا الله لنا. بل لما أجدبوا كما سبق وتكرر، لما أجدبوا ما ذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمهم أن ذلك لا يجوز، وإنما طلبوا من الحي الحاضر معهم أن يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يدعو لهم، وهو عمه العباس. فالمسألة في هذا واضحة، ما فيها إشكال. ولو كان الذهاب إلى قبره وطلب الدعاء منه أن يشفي المرضى لذهب عميان الصحابة. الصحابة صار فيهم عميان: جابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعمي منهم أناس في آخر حياتهم، وما ذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
يطلبون منه أن يرد الله عليهم أبصارهم. فالأمر في هذا واضح ولا لبس فيه. توسل بدعاء الحي جائز، توسل بدعاء الميت لا يجوز. الدليل أن الصحابة كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو الله لهم، فلما مات لم يطلبوا منه شيئا رغم ما نزل بهم من الحوادث والأشياء التي يحتاجون فيها إلى دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان حيا لطلبوا منه. جرت أحداث في بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من انحباس المطر ومن تسلط الأعداء ومن ولم يكونوا يذهبون إلى قبره يطلبون منه الدعاء أو يطلبون منه الاستغفار لهم، ما كانوا يفعلون هذا، إنما كانوا يأتون إلى قبره للسلام عليه فقط إذا قدموا من سفر. هذا هو السنة. نعم. ورواه النسائي عن عثمان بن حنيف ولفظه أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ادعو الله أن يكشف لي عن بصري، قال فانطلق فتوضأ ثم صلى. قال انطلق فتوضأ، هل الرسول يتكلم وهو ميت يقول انطلق فتوضأ أو أن هذا في حياته؟ في حياته واضح. نعم. قال فانطلق فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. توجه إليك بنبيك أي بدعاء نبيك، بدعاء نبيك، لأنه قال ادعو الله أن يرد علي بصري، فقولها توجه إليك بنبيك أي بدعائه لا بذاته. نعم. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري. يا محمد، هل يخاطب النبي بعد موته أو هو حي حاضر عنده؟ حاضر عنده. نعم. اللهم فشفعه فيا. نعم. قال فرجع وقد كشف الله عن بصره. وقال نعم. استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، دعا له أن يرد الله عليه بصره فرد الله عليه بصره، كما أنه دعا الله أن ينزل الغيث فنزل في الحال وهو على المنبر. النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا ربه مجاب الدعوة، الرسول مستجاب الدعوة عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال الإمام أحمد في مسنده حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن عمير ابن يزيد الخطمي المديني قال سمعت عمارة ابن خزيمة ابن ثابت يحدث عن عثمان ابن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله. أتى النبي يعني وهو حي، ما قال أتى قبر النبي، ما قال أتى قبر النبي، بل قال أتى النبي يعني وهو حي. نعم. أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أدعو الله أن يعافيني، فقال إن شئت أخرت ذلك فهو خير لك، فهو خير لآخرتك، وإن شئت دعوت لك. قال لا، بل ادعو الله. هذا يوضح أن المقصود بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه لمن طلب منه ادعو الله لي. وهذا يدل على أن هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حصل محاورة، قال اصبر، وقال يعني خيره بين أن يصبر وبين أن يدعو له، فاختار أن يدعو له، محاورة حصلت. هل هذا يكون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يمكن هذا، إلا أنه في حال حياته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال لا، بل ادعو الله لي. فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين، لأن هذا من أسباب قبول الدعاء. هو الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يدعو ربه لنفسه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل دعاء الرجل ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن الإنسان لا يتكل على دعاء الآخرين، إذا قال واحد يدع لي هو يسكت، لا، هو يدعو أيضا، يدعو والآخر يدعو، ولو دعا له 10 أو 20
هذا أحرى بالقبول، ولذلك يرغب في كثرة المصلين على الجنازة يدعو للميت، فكثرة الداعين هذا أرجى للقبول. وأيضا ما يتكل الإنسان ويقول أنا وصيت فلان يدعي لي، يدعو الله هو أيضا. نعم، فهذا تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم في أنك إذا طلبت من عبد صالح أن يدعو لك لا تتكل على هذا، بل ادعو الله أنت أيضا، لأن الدعاء عبادة، عبادة لله عز وجل تؤجر عليها ويحصل لك مطلوبك، فالدعاء شأنه عظيم. نعم. قال بل ادعو الله لي، فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء، وأن يدعو بهذا الدعاء هو نفسه يدعو مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى. يعني أتوجه بدعائك، مراد بالتوجه هنا التوجه بالدعاء. نعم، لأن الدعاء توجه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. اللهم فشفعني فيه وشفعه فيا. قال: ففعل الرجل فبرئ. شفعني فيه يعني يقبل شفاعته. شفعني ما هو يشفع للرسول، لكن المراد شفعني فيه أي يقبل شفاعته فيا. نعم. فهذا الحديث فيه التوسل به إلى الله في الدعاء، في الدعاء. نعم، لا بذاته. نعم. فمن الناس من يقول هذا يقتضي جواز التوسل به مطلقا، يعني حيا وميتا. هذا غلط، هذا التوسل بدعائه حيا، أما بعد موته فلا، لأن الدعاء عمل، والميت إذا مات انقطع عمله، انقطع عمله الشخصي، ويبقى عمله الذي تسبب فيه وهو حي، الذي تسبب فيه وهو حي، كالوقف والولد الصالح الذي يدعو له والعلم الذي نشره، هذه أمور فعلها في حياته فيجري ثوابها عليه بعد موته، أما ما عدا ذلك فانقطع عمله. نعم. فمن الناس من يقول هذا يقتضي جواز التوسل به مطلقا حيا وميتا، وهذا يحتج به من يتوسل بذاته بعد موته وفي مغيبه. التوسل بذاته، التوسل بذاته يستوي فيه حال الموت وحال الحياة، يستوي فيه حال الموت وحال الحياة، لأن ذاته موجودة عليه الصلاة والسلام وهو ميت. فلكن المراد التوسل بدعائه لا بذاته. نعم. ويظن هؤلاء أن توسل الأعمى والصحابة في حياته كان بمعنى الإقسام به على الله، يعني بذاته، أسألك بمحمد بنبيك، هذا لا يجوز، لأن هذا الباب القسم، أي أقسم عليك بنبيك، والقسم بغير الله لا يجوز بين الناس، فكيف يجوز القسم على الله بالمخلوق؟ القسم بالمخلوق لا يجوز بين الناس بعضهم مع بعض، فلا يجوز من باب أولى القسم على الله بأحد من خلقه، هذا لا يجوز. نعم. ويظن هؤلاء أن توسل الأعمى والصحابة في حياته كان بمعنى الإقسام به على الله، أو بمعنى أنهم سألوا الله بذاته أن يقضي حوائجهم. هذا غلط، هذا غلط. الصحابة قالوا ادعوا الله لنا، والأعرابي لما جاء يوم الجمعة قال ادعوا الله لنا، جهدت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا، ادعوا الله، قال طلب منها أن يدعو الله. الأمر واضح في هذا، لكن اللي بيغالط مغالطة ما لها نهاية، ولا الأحاديث ما فيها متمسك أبدا التوسل بالذات، إنما فيها توسل بالدعاء، والدعاء لا يمكن إلا في حال الحياة. نعم. ويظنون أن التوسل به
لا يحتاج إلى أن يدعو هو لهم ولا إلى أن يطيعوه، فسواء عندها. هذا خلاف الحديث، الحديث صريح، ادعوا الله، ادعوا الله لي أن يرد الله علي بصري، ادعوا الله أن يغيثنا، ادعوا الله أن يمسكها عنا لما كثر المطر. كل لها حديث فيها طلب الدعاء، ما فيها أنهم توسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن صاحب الهوى لا تستطيع أن ترده عن هواه، لكن الذي يريد الحق ولكنه غلط وأخطأ يمكن أنك إذا بيّنت له تراجع. لكن الإنسان اللي له هوى هذا ما تستطيع أبداً أن ترده عن هواه. هؤلاء أصحاب هوى، ما هم يطلبون الحق، لا يطلبون الحق، وإنما يطلبون اتباع أهوائهم. ومع الأسف أنهم يحاولون الاحتجاج بالأحاديث وهي لا تدل على ما يريدون. يريدون أن يعسفوا الأحاديث، أن يعسفوها لمطلوبهم ويلووا أعناقها لمطلوبهم، وهي لا تجيبهم أبداً. نعم. ويظنون أن التوسل به لا يحتاج إلى أن يدعو هو لهم ولا إلى أن يطيعوه. أجل صاروا مخطئين اللي قالوا الرسول ادعوا الله لنا، صاروا مخطئين على هذا الكلام. كان قالوا نتوسل بك إلى الله ولا قالوا ادعوا الله لنا، صار هذا غلط منهم، فهذا يغلط الصحابة. نعم. فسواء عند هؤلاء دعا الرسول لهم أو لم يدع أو لم يدعو، الجميع عندهم توسل به. وسواء لا سواء بينهما أبدا، لا سواء بين توسل بدعائه والتوسل بذاته. توسل بدعائه مشروع وواقع، وأما التوسل بذاته فهذا لا دليل عليه وهو ممنوع، وعمل الصحابة يدل على هذا. لو كان التوسل بذاته جائزا لاستمر بعد موته، لأن ذاته صلى الله عليه وسلم موجودة بعد موته، فما الذي يصرفهم أن يتوسلوا بذاته؟ هذا غلط. نعم. وسواء أطاعوه أو لم يطيعوه. نعم. فسواء عند هؤلاء دعا الرسول لهم أو لم يدعو، الجميع عندهم توسل به. وسواء أطاعوه أو لم يطيعوه، سواء أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يطيعوه، توسلون بذاته ويتبركون به ولهم بحاجة إلى طاعته، يعني ليسوا بحاجة إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ويظنون أن الله تعالى يقضي حاجة هذا الذي توسل به بزعمهم ولم يدع له الرسول، كما يقضي حاجة هذا الذي توسل بدعائه ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ كلاهما متوسل به. عندهم إن الذي يتوسل بذات الرسول مثل الذي يتوسل بدعاء الرسول، وهذا غلط، ليس سواء. توسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يستجاب ويكون في حياته، أما التوسل بذاته فهذا لا دليل عليه ولا ينفع صاحبه. نعم. ويظنون أن الله تعالى يقضي حاجة هذا الذي توسل به بزعمهم ولم يدع له الرسول، كما يقضي حاجة هذا الذي توسل بدعائه ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني سوى بين الأمرين وهما لا يستويان، دعاء الرسول أو ذات الرسول لا يستويان. نعم. إذ كلاهما متوسل به عندهم. نعم، كلاهما اللي توسل بدعائه واللي توسل بذاته سواء عندهم، فهذا غلط وهو خلط بين حق وباطل ومغالطة. نعم. ويظنون أن كل من سأل الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد توسل به كما توسل به ذلك الأعمى، وأن ما أمر به الأعمى مشروع لهم. هذا من التلبيس على الناس. قصة الأعمى واضحة، أنه في حياته، حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول خاطبه، حصل بينهم كلام، مراجعة كلام،
وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وأن يصلي وأن يدعو، ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يحصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فرق بين الحياة والموت. نعم. وقول هؤلاء باطل، هذا الرد عليهم، هذا الرد عليهم، بدأ الآن يرد عليهم. نعم. وقول هؤلاء باطل شرعا وقدرا، باطل شرعا لأن الله جل وعلا لم يشرع لنا التوسل بالأشخاص إلى الله، لأن هذا من الإقسام بغير الله، من الحلف بغير الله، فهو لا يجوز لا بين الناس بعضهم مع بعض، ولا بين الناس وبين ربهم، بأن يحلفوا على ربهم بمخلوق، يحلفون على ربهم بمخلوق. أما لو حلف على ربه بربه، لو حلفت على الله بالله جل وعلا أو بأسمائه وصفاته، هذا جائز، هذا جائز، حلفت بالله، لكن بمخلوق هذا لا يجوز. وإلا في الحديث من لو أقسم على الله لا أبره، أقسم على الله بأي شيء؟ بالله سبحانه وتعالى. هذا لا يجوز شرعا لأنه ما عليه دليل، ولا قدرا لأنه لا يمكن أن يستوي حال الحياة وحال الموت أبدا، لا يستوي الحي والميت، الحي يتحرك ويمشي ويتكلم، وأما الميت ويعمل، أما الميت فقد انقطع عمله، انقطع عمله، لا يملك الدعاء، هو بحاجة إلى أن يدعى له، هو نفسه بحاجة إلى أن يدعى له، وهو لا يقدر يدعو لنفسه، الميت ما يقدر يدعو لنفسه، فكيف يدعو لغيره؟ لكن أين العقول التي تفهم؟ نعم. وقول هؤلاء باطل شرعا وقدرا، فلا هم موافقون لشرع الله، فلا هم موافقون لشرع الله، لأن الأحاديث كلها جاءت في الدعاء حال الحياة، والصحابة ما كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بعد موته، وهم أعلم الناس بما يجوز وما لا يجوز، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم. وقدرا لا يستوي الأحياء ولا الأموات، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، ما يستوي هذا وهذا. نعم. فلا هم موافقون لشرع الله، ولا ما يقولونه مطابق لخلق الله، لخلق الله، قدر الله وخلقه، لا يستوي الأحياء ولا الأموات، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، هذا معروف خلقا وقدرا، أن الحي ليس مثل الميت. نعم. ومن الناس من يقول هذه قضية عين يثبت الحكم في نظائرها التي تشبهها في مناط الحكم، لجأوا إلى القياس لما أفلسوا من النص، وأنه لا دليل على طلب الدعاء من الأموات، ذهبوا إلى القياس، فقالوا كما أنه يطلب من النبي في حال حياته يطلب منه في حال موته، وهذا قياس باطل، لأن هناك فرقا بين الحياة والموت، ولأن الصحابة ما فهموا هذا، ما فهموا أنه يطلب من الرسول وهو ميت ما يطلب منه وهو حي، فهذا قياس باطل. نعم. تقيس الحي على الميت. نعم. ومن الناس من يقول هذه قضية عين يثبت الحكم في نظائرها التي تشبهها في مناط الحكم، لا يثبت الحكم بها فيما هو مخالف لها، يعني من باب القياس يقيسون الحياة على الموت، وهذا قياس مع الفارق فهو باطل. نعم. ولا يثبت الحكم بها فيما هو مخالف لها لا مماثل لها. نعم. والفرق ثابت شرعا وقدرا بين من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرد عليهم. نعم. والفرق ثابت شرعا وقدرا بين من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبين من لم يدع له، ولا يجوز أن بين من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته وبين من لم يدع له،
الذي لم يدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحصل على النتيجة التي تحصل للذي دعا له الرسول، فهذا قياس مع الفارق. نعم. والفرق ثابت شرعا وقدرا بين من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبين من لم يدعو له، ولا يجوز أن يجعل أحدهما كالآخر. نعم، وبين من لم يدعو له لأنه ميت، والميت لا يدعو، واللي يسوي بين الحياة والموت هذا يسوي بين مختلفين. نعم. وهذا الأعمى شفع له النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال في دعائه: اللهم فشفعه في، فعلم أنه شفيع فيه. نعم، هذا الأعمى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء شفاعة. أنت إذا دعوت لشخص فقد شفعت له عند الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا إن شاء قبل شفاعتك وإن شاء لم يقبل، إنما أنت شافع. نعم. فعلم أنه شفيع فيه، ولفظه: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك. وإن شئت دعوت لك، فهذا يفسر الشفاعة لأن الدعاء مراد بها الدعاء. نعم. فقال: أدعو لي. فهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، أن يدعو له، وهذا لا يمكن إلا في الحياة. نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي وأن يدعو هو أيضا لنفسه، ليجتمع داعيا، الرجل يدعو لنفسه والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو له، أن هذا أحرى بالإجابة. نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ويدعو هو أيضا لنفسه، وهذا تعليم تعليم للمسلمين أن الإنسان إذا احتاج إلى حاجة أنه يتوضأ ويصلي، وهذه يسمونه صلاة الحاجة، هي مشروعة، إنك إذا احتجت إلى شيء واضطررت إليه أنك تتوضأ ثم تصلي ركعتين ثم تدعو الله عز وجل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعمى أن يتوضأ وأن يصلي وأن يدعو، هذه تسمى صلاة الحاجة. نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ويدعو هو أيضا لنفسه، ويقول في دعائه: اللهم فشفعه في. اللهم فشفعه في، شفع الرسول صلى الله عليه وسلم في، أي تقبل دعاءه لي، تقبل دعاءه لي. نعم، لأن الله قد يقبل الشفاعة وقد لا يقبلها. نعم. ويقول في دعائه: اللهم فشفعه في، فدل ذلك على أن معنى قوله: أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، ويقول في دعائه: اللهم فشفعه في، فدل ذلك على أن معنى قوله: أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، أي بدعائه وشفاعته. أي نعم، توجه إليك، أتوسل إليك وأتوجه إليك بمحمد، أن المراد بدعاء محمد، بدعاء محمد لا بذاته، لا بذاته. نعم. كما قال عمر، الحديث يفسر هذا لأنه قال: إن شئت دعوت لك، إن شئت دعوت لك، دل على أن التوجه إلى الله والتشفع إلى الله بالرسول إنما هو بالدعاء، بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يكون إلا في حياته لا عند قبره عليه الصلاة والسلام. نعم. فدل ذلك على أن معنى قوله: أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، أي بدعائه وشفاعته، كما قال عمر: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا. فالحديثان. نعم، كما أن عمر رضي الله عنه لما أجدبوا استسقوا، وعملا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عند انحباس المطر أنها تصلى صلاة الاستسقاء، ثم أمر العباس وقال: اللهم إنا كنا نتوسل، يعني في حياة الرسول كنا نتوسل إليك بنبيك، يعني بدعائي،
والآن نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا، قم يا عباس فادعو. لو كان التوسل بذاته مشروعا لا توسلوا الصحابة بذاته بعد موته، لماذا عدلوا عن التوسل بذاته إلى الدعاء؟ لأن التوسل بالذات لا يجوز لا في الحياة ولا في الموت، إنما توسل بالدعاء. نعم. فالحديثان معناهما واحد فوصل. فالحديثان معناهما واحد. إينا. فهو صلى الله عليه وسلم علم رجلاً أن يتوسل به في حياته، كما ذكر عمر أنهم كانوا يتوسلون به إذا أجدبوا، ثم إنهم بعد موته إنما كانوا يتوسلون بغيره بدلاً عنه. فلو كان التوسل به حياً وميتاً سواء، والمتوسل به الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم كمن لم يدع له الرسول لم يعدلوا عن التوسل به، وهو أفضل الخلق وأكرمهم على ربه وأقربهم إليه وسيلة إلى أن يتوسلوا بغيره ممن ليس مثله. عدولهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته واضح في أنه لا يجوز التوسل بالميت، وإنما يتوسل بدعاء الحي، بدعاء الحي الذي يقدر على الدعاء. هذا الأمر واضح لا يحتاج إلى كثير جدال لمن يريد الحق، أما الذي لا يريد الحق فهذا لو تصبح معه تجادله ما استفد شيء، لأنه يبي هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ما يمكن ولا تقنعه أبدا، ما تقنعه لأنه ما يريد الحق، يريد هواه فقط. نعم. وكذلك رحم الله الشيخ وجزاه خيرا على هذا البيان الواضح الذي يقطع ألسنة هؤلاء المخرفين. نعم. وكذلك لو كان أعمى توسل به ولم يدع له الرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلة ذلك الأعمى لكان عميان الصحابة أو بعضهم. لو كان الأعمى يجي للقبر ويطلب من الرسول أن يدعو الله برد بصرهم لكان عميان الصحابة الذين عموا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يأتون إلى قبره ويطلبون منه أن يدعو الله أن يرد عليهم أبصارهم. ما ورد هذا أن أحد يأتي إلى الرسول في قبره ويطلب منه شيئاً، البتة لا الاستغفار ولا الدعاء ولا الفتوى. الفتوى هم بحاجة إلى الفتوى، وكانوا يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم، يسألونك في القرآن، يسألونك عن كذا، يستفتونه عليه الصلاة والسلام حتى تكاثروا عليه وشقوا عليه. فالله أمرهم بالصدقة كما جاءكم في درس التفسير، قدموا بين يدي نجواكم صدقة من كثرة الأسئلة وإتعاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا في حياته، بعد موته ما أحد إذا أشكل عليه شيء يجي يقول يا رسول الله أسألك عن كذا أفتني. كان تحدث الخصومات في الأموال ولا يذهبون إلى القبر ليحكم بينهم، إنما هذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوه استغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، لو وجدوا الله تواباً رحيماً. نعم. وكذلك لو كان أعمى توسل به ولم يدع له الرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلة ذلك الأعمى لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى، فعدولهم عن هذا إلى هذا مع أنهم السابقون الأولون المهاجرون والأنصار. عدولهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته إلى عمه العباس أو غيره من الصالحين يطلبون منه الدعاء مع أن الرسول مستجاب الدعوة، عدولهم عن الرسول دليل على أن الميت لا يطلب منه شيء، لا الأنبياء ولا غيرهم. نعم. فعدولهم عن هذا إلى هذا مع أنهم السابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فإنهم أعلم منا بالله ورسوله. نعم.
المهاجرون السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أعلم منا بما يجوز وما لا يجوز، لأنهم تعلموا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا شرع لنا اتباعهم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، شرع لنا اتباعهم، وما كانوا يذهبون إلى القبر يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم أو أن يفتيهم في المشكلات أو أن يقضي بينهم في الخصومات كما كانوا، أو يسألون منه سداد ديونهم أو قضاء حاجاتهم كما كانوا يفعلون هذا في حال حياته صلى الله عليه وسلم. فالمهاجرون والأنصار عدلوا عن ذلك لأنه لا يجوز، فكيف يأتي بعدهم من يشرع للناس الذهاب إلى القبور ويأمرهم أن يطلبوا من الأموات حوائجهم أو الدعاء أو الاستغفار لهم؟ هذا مخالف للمهاجرين والأنصار. نعم. المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فإنهم والذين اتبعوهم بإحسان من الأئمة الذين جاءوا بعدهم لم يكونوا يفعلون هذا. نعم. فإنهم أعلم منا بالله ورسوله وبحقوق الله ورسوله وما يشرع من الدعاء وينفع وما لم يشرع ولا ينفع وما يكون أنفع من غيره، وهم في وقت ضرورة ومخمصة وجدب يطلبون تفريج الكروبات وتيسير العسير وإنزال الغيث بكل طريق ممكن، دليل على أن المشروع ما سألوه دون ما تركوه. المشروع ما سألوه هو طلب الدعاء من الحي الحاضر معهم في المصلى، وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بينهم وبينه إلا خطوات، هم يصلون في مصلى العيد عند مسجد الغمامة المعروف الآن، مسجد الغمامة هذا هو مصلى العيد والاستسقاء، ما بينهم وبين القبر إلا قليل، فلماذا يعدلون عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قريب منهم إلى العباس؟ إلا لأن الميت لا يطلب منه شيء، ولو كان أفضل الخلق، لو كان أفضل الخلق لا يطلب منه شيء، إنما يطلب من الحي ولو كان مفضولا. لا شك أن الرسول أفضل من العباس وأفضل من كل الأمة، ومع هذا ما ذهبوا إلى قبره، الأمر واضح في هذا، لكن لمن يريد الحق، أما الذي لا يريد الحق فلا حيلة فيه. نعم. ولهذا ذكر الفقهاء في كتبهم في الاستسقاء ما فعلوه دون ما تركوه. الفقهاء في باب الاستسقاء قالوا يستحب التوسل إلى الله بدعاء الصالحين عملا بما جاء عن الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حال حياته ومع عمه بعد وفاته، فيستحب للمسلمين أن يطلبوا من صلحائهم إذا حضروا في المسجد المصلى، إذا حضروا في المصلى للاستسقاء يطلبون منهم أن يدعوا لهم بالغيث، أو حتى لو لم يذهبوا للمصلى الاستسقاء يكون في خطبة الجمعة، يكون بالدعاء ولو بدون خطبة وبدون صلاة، يرفع يديه ويدعو الله، يطلبون منه أن يدعو الله لهم، فهذا واضح جلي. نعم. ولهذا ذكر الفقهاء في كتبهم في الاستسقاء ما فعلوه دون ما مثلا متن الزاد عندكم، متن الزاد يسن التوسل بالصالحين يعني بدعاء الصالحين، يعني عند الاستسقاء توسل بالصالحين يعني بدعاء الصالحين كما فعل الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ومع غيره بعد وفاته، هذا هو موجود. نعم. ولهذا ذكر الفقهاء في كتبهم في الاستسقاء ما فعلوه دون ما تركوه. ما فعلوه الصحابة يعني ما فعله الصحابة وهو طلب الدعاء من الصالحين الحاضرين دون ما تركوه وهو التوسل بالرسول بعد موته عليه الصلاة والسلام.
نعم. وذلك أن التوسل به حياً هو من جنس مسألته أن يدعو لهم، وهذا مشروع، فما زال المسلمون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو لهم، وأما بعد موته فلم يكن الصحابة يطلبون منه الدعاء، لا عند قبره ولا عند غير قبره، كما يفعله كثير من الناس عند قبور الصالحين، يسأل أحدهم الميت حاجته أو يقسم على الله به ونحو ذلك، وإن كان قد روي في ذلك حكايات عن بعض المتأخرين. حكايات أنه دعا عند قبر فلان واستجيب له، أو طلب من الميت كذا واستجيب له، هذه ما هي بدليل، هذه حكايات ليست دليلا، وحتى لو حصل هذا وقع لا يكون دليلا. الدليل من الكتاب والسنة، الدليل من الكتاب والسنة. أما أنه حصل كذا عند القبر الفلاني فهذا ليس حجة، وهذا استدراج، استدراج لهذا الشخص أو فتنة. نعم. وإن كان قد روي في ذلك حكايات عن بعض المتأخرين، بل طلب الدعاء مشروع من كل مؤمن. عن بعض المتأخرين، ما القدامى ما ورد عنهم شيء في هذا، إنما هذا عن بعض المتأخرين، وعمل المتأخرين لا يكون حجة إلا إذا وافق عمل الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، لأنهم أعلم منا وأدرى منا. نعم. بل طلب الدعاء مشروع من كل مؤمن لكل مؤمن، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب الدعاء مشروع من كل مؤمن لكل مؤمن، تدعو لنفسك وتدعو لإخوانك، تدعو لنفسك تدعو لإخوانك، من طلب منك ومن لم يطلب، فالمسلم يدعو لإخوانه الأحياء والأموات، هذا هو المشروع. نعم. بل طلب الدعاء مشروع من كل مؤمن لكل مؤمن، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر لما استأذنه في العمرة: لا تنسنا يا أخي من دعائك، إن صح الحديث. لا تنسنا يا أخي، يعني عمر رضي الله عنه، من دعائك. فهذا دليل على أن طلب الدعاء من الحي أنه مستحب أو مشروع، أو قل مباح، أو مباح، طلب الدعاء من الحي مباح، لأن الرسول فعله وطلب من عمر، لكن هذا يحتاج إلى صحة هذا الحديث، فإذا صح فلا إشكال فيه، طلب الدعاء من الحي هذا لا إشكال فيه. نعم. وإن كان الذي طلب أفضل من المطلوب منه لا مانع. نعم. وحتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من أويس القرني أن يستغفر للطالب، وإن كان الطالب أفضل من أويس بكثير. أويس القرني هذا من الصالحين من أهل اليمن، أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر عن علاماته التي يعرف بها، وقال لعمر: إن أمكنك أن تطلب منه أن يدعو لك فافعل. فلما جاء وفد اليمن وفيهم أويس، عمر رضي الله عنه سأله: هل أنت فلان بن فلان؟ قال: نعم. هو ما يدري وش القصد يوم يسأل، قال: نعم. قال: أنت الذي فيك كذا، أنت الذي بار بأمك؟ قال: نعم. قال: استغفر لي، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذلك. فعمر أفضل من أويس بلا شك، فطلب الفاضل الدعاء من المفضول لا بأس به، فطلب الدعاء من الحي جائز مطلقا من الفاضل ومن المفضول، هذا لا إشكال فيه أبدا. حتى الرسول طلب من عمر أن يدعو له، الرسول طلب منا أن ندعو له بالوسيلة والفضيلة كما يأتي، هذا لا بأس به من الحي ولا إشكال فيه. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة
فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. مع أن طلبه من أمته الدعاء ليس هو طلب حاجة من المخلوق، بل هو تعليم لأمته ما ينتفعون به في دينهم. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا بعد الأذان أن ندعو أولاً، أن نتابع المؤذن، ثم إذا فرغ نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نقول الدعاء الوارد، وفي آخره اللهم آته الوسيلة والفضيلة، آت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، والوسيلة قصر في الجنة لا ينبغي أن يكون إلا لعبد صالح. فالرسول أمرنا أن نطلب له من الله وأن ندعو الله له بالوسيلة، فهذا دليل على أن طلب الدعاء من الحي لا بأس، وإن كان المطلوب منه أنقص من الطالب. الرسول أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام، ومع هذا طلب منا أن ندعو له بعد الأذان. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، هذا فيه نفع لنا، لأن من سأل الله الوسيلة لرسوله حلت له شفاعة الرسول يوم القيامة، فالفائدة عائدة إلينا. فطلب الوسيلة للرسول فيه مصلحتان: أولاً فيه مصلحة للرسول صلى الله عليه وسلم، حصول الوسيلة له، والثاني مصلحة للطالب الداعي أنه ينال شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. والشاهد من هذا أن طلب الدعاء من الحي جائز لا بأس به. نعم، وإن كان المدعو له أفضل من الداعي. نعم، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة، مع أن طلبه من أمته الدعاء ليس هو طلب حاجة من المخلوق، بل هو تعليم لأمته ما ينتفعون. الرسول ليس بحاجة إلى دعائنا، ولكن يريد أن يعلمنا ما نقول بعد الأذان من هذا الدعاء العظيم. نعم، بل هو تعليم لأمته ما ينتفعون به في دينهم، وبسبب ذلك التعليم والعمل بما علمهم يعظم الله أجره، فإنا إذا صلينا عليه مرة يعظم الله أجر الداعي والمصلي. من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. من سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. المصلحة عائدة للداعي. نعم، وإن كان المدعو له ليس بحاجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى الدعاء، لأن له من الأجر مثل أجور أمته. كل مسلم يعمل عمل صالح فللرسول مثل أجره، لأنه هو الذي دله عليه وهو الذي دعاه إليه. وفي الحديث: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فالرسول ليس بحاجة يوم يقول لنا اسألوا الله لي الوسيلة، هو ليس بحاجة إلى هذا، وإنما يريد تعليمنا عليه الصلاة والسلام، ويريد مصلحتنا. نعم، فإن إذا صلينا عليه مرة صلى الله علينا عشرة. نعم، فالفائدة عائدة إلينا. نعم، وإذا سألنا الله له الوسيلة حلت علينا شفاعته يوم القيامة. نعم، وكل ثواب يحصل لنا على أعمالنا فله مثل أجرنا من غير كل أن... ثواب يحصل لنا على أعمالنا الصالحة فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجورنا. ولهذا لا يشرع الصدقة عن الرسول، ولا تشرع الحج والعمرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا حجيت هو له مثل أجرك، إذا اعتمرت له مثل أجرك، إذا تصدقت له مثل أجرك عليه الصلاة والسلام. نعم، وكل ثواب يحصل لنا على أعمالنا فله مثل أجرنا من غير أن ينقص من أجرنا شيء، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. نعم، وهو الذي دعا أمته إلى كل خير، وكل خير تعمله أمته له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا،
ولهذا لم يكن الصحابة والسلف يهدون إليه ثواب أعمالهم ولا يحجون مثل ما يهدون إلى بقية الأموات، يحجون عن الأموات، يعتمرون، يتصدقون عن الأموات، ما كانوا يفعلون هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه في غنى عن هذا، لأن له من الأجر مثل أجور العاملين. نعم. ولهذا لم يكن الصحابة والسلف يهدون إليه ثواب أعمالهم ولا يحجون عنه ولا يتصدقون. نعم. ولا يحجون عنه ولا يتصدقون. ولا يتصدقون عنه صلى الله عليه وسلم مثل ما يتصدقون عن الميت. نعم. ولا يحجون عنه ولا يتصدقون ولا يقرؤون القرآن ويهدون له. ولا يقرؤون القرآن ويهدون ثوابه له عليه الصلاة والسلام. إذا قرأت القرآن فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجرك. نعم. لأن كل ما يعمله المسلمون من صلاة وصيام وحج وصدقة وقراءة له صلى الله عليه وسلم مثل أجورهم، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا بخلاف الوالدين، فليس كل ما عمله المسلم من الخير يكون لوالديه مثل أجره، بخلاف غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه بحاجة إلى أن تهدي له ثواب الصدقة، ثواب الحج، ثواب العمرة، أن تدعو له للمغفرة. نعم. فهو بحاجة إلى هذا. نعم. بخلاف الوالدين فليس كل ما عمله المسلم من الخير يكون لوالديه مثل أجره، ولهذا يهدي الثواب لوالديه وغيرهما. نعم. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مطيع لربه عز وجل في قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فهو صلى الله عليه وسلم لا يرغب إلى غير الله، قد ثبت في الصحيح. نعم. فإذا فرغت فانصب، فرغت من أعمالك وأشغالك فانصب في العبادة والذكر، ولا تغفل عن ذكر الله، وإلى ربك فارغب. حصر، هذا حصر، تقديم الجار والمجرور هذا يفيد الحصر، يقولون تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، أي لا ترغب إلى غيره. الرسول ليس بحاجة إلى أن يرغب إلى غير الله عز وجل، ليس بحاجة إلى أن يرغب إلى غير الله، ولذلك قال الله له: وإلى ربك فارغب، لا إلى غيره. نعم. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مطيع لربه عز وجل في قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أو صلى الله عليه وسلم لا يرغب إلى غير الله، وقد ثبت في الصحيح أنه قال: يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب. نقف عند هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: لم يتبين لي معنى قول الرجل الأعمى في الحديث: اللهم فشفعني فيه. يا أخي بينا، والشيخ بينا: شفعني فيه، أن يقبل شفاعته في، اقبل شفاعته في. نعم. شفعني، اقبل شفاعته في. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إما تبين لك وش نعمل معك، هذا واضح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكر فضيلتكم في درس اليوم عدم جواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد مماته. أي نعم. قد أشكل هذا علي مع جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما هو بتوسل، التبرك ما هو بتوسل، هذا طلب للبركة لمن فصل من جسمه، لأنه مبارك عليه الصلاة والسلام، مبارك، والذي ينفصل من جسمه عليه البركة موجودة، خلاف التوسل هو توسيط للرسول في حاجتك عند الله سبحانه وتعالى. نعم. ففيه فرق بين التبرك بمن فصل من جسده صلى الله عليه وسلم وبين التوسل بدعائه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إن الذين يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم بقولهم: ندعوك يا الله بنبيك محمد، يقولون: قصدنا بالباء هنا ببركة ما أنعمت عليه، ولم نقصد بذلك ذاته ولا دعاءه لأنه ميت، فكيف يرد على هذا القول؟ الباء ما هي بهواك تصرفها على رغبك، الباء للقسم، من حروف القسم، فإذا قلت: أسألك بنبيك، أي أقسم عليك بنبيك، أو تقول الباء للسببية: أسألك بسبب نبيك، هذا تعسف، كيف تسأله بسبب نبيك؟ اسأله بدون سبب، اسأله بينك وبينه، اسأل الله مباشرة بدون أنك تلف وتقول بسبب نبيك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: درج على ألسنة بعض الناس قول الشفاعة يا محمد، ويقال ذلك عند التعجب، فهل هذا من أنواع الشرك الأكبر أو الأصغر؟ هذا من دعاء الأموات ولا يجوز. هذا من دعاء الأموات ولا يجوز، يعني يطلب منك الشفاعة يطلبها من الرسول بعد موته، هذا ما يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا أقسم الإنسان على الله في أمر معين ولم يحصل هذا الأمر، هل على الإنسان الحالف كفارة يمين؟ لا، ليس عليه كفارة يمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم قول القائل اللهم إني أسألك بك؟ أي توسل بالله سبحانه وتعالى، أو أسألك بأسمائك وصفاتك، كونه يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته أحسن، لأن الله جل وعلا قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما الكيفية الصحيحة لصلاة الحاجة، وأين مكان الدعاء الذي يقرأ فيها؟ ومن التوسل بالله أن تقول يا الله يا ربي، تتوسل إليه بربوبيته لك وألوهيته سبحانه وتعالى بتوحيده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما الكيفية الصحيحة لصلاة الحاجة؟ تتوضأ مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، تتوضأ صلي ركعتين وتدعو بعد الصلاة بحاجتك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: حديث الأعمى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، ذكرتم بأن المقصود بالتوسل هنا دعاء النبي لا بذاته، السؤال: هل يجوز التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الآن بعد موته بأن أقول أسألك وأتوجه إليك؟ يا سبحان الله، راح كلامنا كله، درسنا كله راح. نقول لك ما يجوز تطلب من الرسول الدعاء بعد موته، ما يجوز تطلب الدعاء من الرسول بعد موته، لأن الصحابة ما طلبوا منه بعد موته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل الدعاء بعد كل أذان يكون مشروعا، وهل المداومة عليه أفضل؟ نعم، الدعاء مشروع بعد كل أذان إذا سمعتم المؤذن، إذا سمعتم المؤذن، هذا عام في كل ما تسمع المؤذن يستحب لك أن تتابعه وأن تدعو بالدعاء الوارد بعد الأذان، وهذا زين لك، خير لك، كل ما أكثرت هو خير لك، إلا إن كان إنك ما تبي الخير هواك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله: عدد من الإخوة أرسلوا يقولون إن بعضهم مرضى وبعضهم فيه هم كبير. نعم. بعض أو عدد من الإخوة أرسلوا أوراقهم يقولون إن بعضهم مرضى وبعضهم فيه هم كبير وضيق وكرب، ويطلبون من فضيلتكم أن يتكرم بالدعاء لهم بأن يشفيهم وأن يفرج كروبهم. كلنا ندعو، كلكم تدعون لإخوانكم اللي عندهم حاجة وعندهم، أن الله يقضي حاجتهم ويفرج كربتهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا رأيت رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل القبر، فماذا أقول له؟ بيّن له، قل إنه ما يجوز الدعاء عند القبر، إن كان يدعو القبر هذا شرك أكبر، أما إن كان يدعو الله عند القبر فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك. القبور لا يدعى عندها ولا يصلى عندها ولا يعتكف عندها، ما تفعل العبادات عندها ما عدا السلام على الميت والدعاء للميت، ما تدعو لنفسك إنما تدعو للميت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل الوسيلة هي الفردوس أو هي درجة أعلى في الجنة؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها قصر في الجنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أو منزلة، منزلة في الجنة، منزلة في الجنة، ما حاجة نقول هي الفردوس أو غير الفردوس، هي منزلة في الجنة خلاص. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من عادة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يثبت صحة الحديث أو ضعفه، فلماذا لم يثبت ذلك في حديث لا تنسنا يا أخي من دعائك عليه رحمة الله؟ لأن فيه مقال، لأن الحديث فيه مقال، ضعيف الحديث. نعم. لكنه يقول إن صح علق الحكم على صحته، لأنه قد يقول بعض العلماء أنه ضعيف بينما هو ليس ضعيفا،
نعم، فهذا من تحرزه رحمه الله ومن ورعه ومن تحريه مع ما هو عليه من العلم الغزير. وأما نحن على طول الحديث باطل، الحديث غير صحيح، الحديث ضعيف، ما نتثبت أو نترسل على طول، الحديث غير صحيح، حديث ضعيف، حديث أو صحيح وهما، ما لا تستعجل يا أخي، لا تستعجل يا أخي، ولا وصلت إلى هالدرجة أيضا. نعم، الأئمة الكبار يتورعون ويتثبتون عند الأحاديث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الترديد خلف من يؤذن في الإذاعة؟ إذا كان الأذان على ما يقولون حي فنعم تتابع المؤذن، أما إذا كان تسجيل فهذا لا يشرع متابعته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم هل يكون فقط بعد الأذان أم هو مشروع في كل وقت؟ الدعاء المرتبط بالأذان بعد الأذان، أما الدعاء له مطلقا فلا مانع في كل وقت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ماذا تقولون يا شيخ لأهل المغرب من أهلنا ممن يقيمون مهرجانات ومناسبات سنوية لدى قبور بعض من أسموهم صالحين، وسواء يكونون يدعون لهم أو يتوسلون بهم، فما توجيهكم لهم؟ توجيهنا لهم نسأل الله لهم الهداية، وهم يفعلون هذا عن تقليد أو عن جهل، فواجبك أنت إذا ذهبت إليهم أن تبين لهم وأن تهدي لهم مثل هذا الكتاب، وتشرح لهم، تبين لهم ما تحملته من العلم، لينذروا قوم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يقول الأخ المسلم لأخيه المسلم عند افتراقهما نوصيك بالدعاء أو أي لفظ، ففي كل مرة يفترقان يوصيه بالدعاء ويرد الثاني عليه بقوله باذلين مستمدين، فهل في هذا سنة؟ يرد عليه بقوله باذلين مستمدين. مستمدين؟ نعم. فهل في تواصي بالدعاء؟ طيب، ادعو لنا أخي عند تواصي بالدعاء، هذا طيب، ولكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أرادوا أن يفترقوا يقرأ أحدهم على الآخر سورة العصر، سورة العصر عند الافتراق، فهذا أحسن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يكون الإنسان مجاب الدعوة، وهل يكون هذا للمؤمن العاصي أيضا؟ هذا عند الله، يكون مجاب الدعوة عند الله، الله يعلم سبحانه وتعالى، وقد يجاب الدعاء بسبب الضرورة، حتى الكافر المضطر استجاب دعاؤه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، والمشركون يدعون الله إذا أشرفوا على الهلاك في البحر فالله يستجيب لهم وينجيهم من الهلاك، فالمضطر استجاب دعاؤه، المظلوم استجاب دعاؤه، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ولو كان المظلوم كافرا استجاب دعاؤه على الظالم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الأعمال الصالحة التي يشرع إهداء ثوابها إلى الوالدين؟ ما ورد به الدليل، الأصل قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا هو الأصل، لكن ورد ما يخصص هذه الآية في الأحاديث الصحيحة، أن الحج ينفع للغير، وأن الصدقة تنفع للغير، وأن الدعاء ينفع للغير، وأن العمرة تنفع للغير، هذا وردت به الأدلة، ويقتصر على ما ورد، يقتصر على ما ورد فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التسمي بعبد الرشيد؟ لا أعلم فيه شيئاً، ما أدري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يوجد دعاء عندما نرى كثرة الغبار، وهل الدعاء الوارد في الرياح ينطبق على الغبار فندعو به؟ الدعاء مشروع، الدعاء لا شك أنه مشروع، لا سيما عند الغبار أو عند الرياح الشديدة أو عند شدة المطر، الدعاء مشروع. طيب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول، يقول امرأة حامل وهي الآن في بداية الشهر الرابع وفيها حصوة في المرارة، ولها وفيها حصوة في المرارة، المرارة نعم، وبها ألم شديد، وقال الأطباء لا بد من استئصال المرارة، وفي أثناء العملية هناك احتمال 50% أن يسقط الجنين. السؤال: هل يجوز لها أن تجري هذه العملية علماً بأنها لا تستطيع أن تتحمل هذه الآلام إلى نهاية مدة حملها؟ تجيب تقرير اللجنة الطبية للإفتاء، تبادر إن شاء الله في الصباح ينظرون فيها، إذا كانت المرأة مضطرة تبادر بأخذ تقرير من اللجنة الطبية ويعرض، إن شاء الله يكون خير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصل أجر قراءة القرآن إلى الأموات، وهل يجوز أن نأخذ الأجرة لمن يقرأ القرآن للأموات؟ قراءة القرآن للأموات لم يرد فيها دليل، وقلنا لكم الأصل أن عمل الإنسان له إلا ما ورد الدليل في إهدائه لغيره، ولم يرد أن قراءة القرآن تهدى للغير، يحتاج إلى دليل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مندوب يوزع الصحف ويوجد فيها بعض صور النساء المتبرجات، فهل عليه شيء؟ لا يوزع الصحف التي فيها منكرات، يوزع الصحف التي ليس فيها محاذير شرعية، والمجلات التي ليس فيها محاذير شرعية. نعم. يقول فضيلة الشيخ ويطلب الرزق بغيرها المهنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صليت في مسجد في اتجاه القبلة انحراف واضح. يقول صليت في مسجد اتجاه القبلة فيه انحراف واضح، وقام الإمام بالانحراف حسب اتجاه القبلة الصحيح، ولكن المأمومين باقون على وضعهم، فما الحكم في ذلك؟ الحكم في هذا تراجع الجهة المسؤولة عن المساجد وترسل أهل الخبرة وينظرون في القبلة هل هي منحرفة أو غير منحرفة. أما كل واحد يتصرف في المساجد يقول هذه منحرفة وهذه لا، ما يجوز تشكيك الناس، يذهب إلى الجهة المسؤولة عن المساجد وتحضر بأدواتها وتشوف القبلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت مسافرا يوم الجمعة ومرت في بلد فصليت الجمعة معهم ثم صليت العصر قصرا وجمعا، فهل عملي صحيح؟ خلف الله عليك، صلى العصر، اقضى العصر، ما يصح جمعها مع صلاة الجمعة فتقضيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت أقرأ القرآن فوصلت إلى آية سجدة عند غروب الشمس، فهل أسجد أم أترك السجود؟ تسجد، لأن السجود التلاوة ليس صلاة، وإنما هو عبادة مستقلة تابعة للقراءة، سجود التلاوة تابع للقراءة، فتسجد في أي وقت، وهذا ليس صلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لا يخفاكم حفظكم الله تطاول المنافقين والعلمانيين في الصحف على العلماء وعلى الدين، فما توجيهكم لنا طلبة العلم، خاصة وأن قد منع أكثرنا من الرد عليهم في صحفهم، فماذا نفعل؟ ما أظنكم منعتم من الرد، لكن الصحف تمنع النشر، أما أن أحد مانعكم من الرد، ما أحد يمنعكم، ردوا، وإذا لم تنشر هذه الصحف أرسلوا للصحف الخارج، أرسلوا للصحف التي تصدر في البلاد المجاورة تنشر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما ينزل اسم الشخص في البنك العقاري باستطاعته أن يؤخره، عندما ينزل اسم الشخص في البنك العقاري باستطاعته أن يؤخره ولا يأخذه لمدة سنة أو سنتين، وهو موجود باسمه عندهم مبلغ 300,000 ريال، السؤال: هل إذا بقي هذا المبلغ عندهم سنة أو سنتين يكون عليه زكاة فأدفعها أم لا؟ الزكاة إنما تجب عليك إذا استلمته، فلو أنك استلمته وأمنته عندهم في خزينتهم عليه الزكاة، أما ما دمت ما بعد استلمته وما صار لك إلى الآن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما يسأل الشخص سؤالا شرعيا
فإن بعضهم يقول الله ورسوله أعلم، فهل يصح ذلك؟ نبه العلماء على أنه إنما يقال هذا في حال حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فيقال الله أعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، فهمنا منكم من درس سابق أن الأفضل للإنسان ألا يطلب الدعاء من غيره من الناس، فما هو التوجيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر؟ مباح، من باب المباح، وأيضا الرسول أراد أن يشرف عمر بهذا، ولذلك فرح بها عمر، فرح بهذه الكلمة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أراد أن يكرم عمر بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من مات وعليه كفارة جماع في نهار رمضان ماذا عليه؟ تبقى في ذمته، إلا إن كان له تركة، إن كان له تركة فيخرج منها إطعام 60 مسكينا، أما إذا لم يكن له تركة تبقى في ذمته، فإن أراد أحد من أقاربه أو من إخوانه المسلمين أن يكفر عنه فله في ذلك الأجر إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نسب إلى فضيلتكم بعض الحضور للدروس وهم من المبتدئين، أنكم تقولون بأنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند سائقها الأجنبي ولا تتعدى ذلك لأنه في حكم ملك اليمين، فقد نفيت ذلك عنكم، ولكن أريد أن أسمع هذا النفي من فضيلتكم. الكذب موجود، كذبوا على غيري، كذبوا على الشيخ بن باز وعلى الشيخ بن عثيمين وعلى كثير من هذا، والله ما قلت هذا الكلام، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشر في هذه الأيام الغبار والأتربة، قد تكلم بعض أهل الفلك بأن هذا سيستمر شهراً ونصف الشهر، فهل يكون هذا من ادعاء علم الغيب؟ إن كانوا يجزمون أنه سيستمر هذا من ادعاء علم الغيب، أما إن قالوا يمكن أنه يستمر هذا أمر سهل في هذا. نعم. ما الجزم؟ لا، ما يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أسقط أولياء الدم القصاص إذا أسقط أولياء الدم القصاص. نعم. وطلب نصفهم الدية، وأما النصف الآخر فقد عفوا مجانا، فهل تدفع الدية بالنصف؟ يدفع لكل حقه، اللي ما عفى يدفع له حقه، اللي ما عفى يدفع له حقه، والذي عفى يسقط حقه. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.